أشياء وإن شاء الله خير. بسم الله. أول معلومة، يعتقد أن منشأ استئناس القطط هو في مصر القديمة، أن دراستهم التاريخية ما أثبتت خلاف هذا الشيء. طيب استعد للمعلومة الغريبة هذه اللي أنت بتعرفها ولكنك ما تعرفها في نفس الوقت. كلمة قط اللي هي مذكر القطة، تمام؟ في اللغة الإنجليزية cat، قط cat. طيب بسة المذكر بس، في اللغة الإنجليزية pussy cat معناها بسة قط، بس قط pussy cat. ومعظم اللغات الأوروبية والهندية القديمة و كثير من اللغات بيستخدموا هذه التسمية، إما يختاروا كلمة البس أو الكات أو يجمعوا الاثنين فبيكون بوسي كات. فهذه النقطة الأساسية اللي لازم تكون عارفها أنت جالس تنطقها بجميع اللغات. هذا الشيء اسمه العلمي فيليس كاتوس، هذا علميا يعني لما يكون له تصنيف علمي بتسمى هذه الفصيلة فيليس كاتوس. يعتبر علميا اللي هو الحيوان الوحيد المستأنس من فصيلة السنوريات. السنوريات اللي هم مين؟ اللي هم الأسود، النمور، الفهود، الحياة الحلوة دي. وياريت يعني العلماء يبي ويشوفوا الشباب اللي جالسين يربوا المخلوقات هذه ويستأنسوها عشان يراجعوا نفسهم، يعني كلنا نراجع نفسنا لأنه في ناس كسروا القاعدة هذه. الله مستعان. هذا اللي بطل ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي بطل ما شاء الله. طبعا اللي يربوا القطط يعرفوا انه في حالة نفسية عجيبة، نشاط زايد عن اللزوم بيجي للبسة بالذات وقت الفجر، فهذه حالة طبيعية جدا بتزيد عندهم حالة النشاط. وحتى الأسود ونفس هذا نفس السنوريات كلها بتجيها نفس الحالة، يعني على الفجرية كده ينجنوا، فهذا شيء طبيعي جدا يعني انت تسيبها تنطلق تسوي اللي تبغاه. طيب تعالوا للتاريخ. المصريين القدامى كانوا يقدسون القطط لدرجة العبادة، وغالبا ما كانت تصور الآلهة اسمها باستيت على هيئة امرأة برأس قطة، وأحيانا تتخذ شكل اللبوة في حالة الحرب. ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت أن قتل القطط كان محظورا في مصر القديمة، وكانت عقوبته تصل إلى حد الإعدام. أيوة. وعند موت أحد القطط المنزلية يحزن جميع أفراد الأسرة ويقومون بحلاقة حواجبهم دلالة على الحداد. كانت العائلات تأخذ قططها الميتة لتحنيطها كموميات ودفنها في مقابر مقدسة. أشار فيلسوف اليوناني أرسطو في كتابه تاريخ الحيوانات إلى أن إناث القطط فاسقة بطبيعتها. بالله إيش نقول لهذا؟ أنا ما أبغى أغلط، يعني أنا أبغى أخلي المحتوى يعني ما حد يغلط على حد، أوكي؟ ما نغلط عليه، بس هو قال كده. ما أعرف إيش هرجته، مين مزعله، بس نعرف. ده طبعاً على أساس إنه الذكر ما بيفوت فرض، قمة الاستقامة الذكر. يعني والله انت كنت ذكوري وما لقيت حد يرد عليك، ما لقي حد يرد عليه، ما نحط عقلنا بعقله، خلوه. وورد في كتاب أساطير اليهود أن أول قطة عاشت في منزل أبو البشر آدم كحيوان أليف للقضاء على الفئران، كما جمعت علاقة صداقة بين القطة والكلب الأول قبل أن يحنث الأخير بقسم بينهما، مما أدى إلى عداوة بين أحفاد هذين الحيوانين. يعني طلعوا حاقدين على بعض من أول. مجرد أنك تحاول تبحث عن أصل الكلمة وهي ترجع لأي لغة حتوه ولا حتوصل أي شيء، لأنه هنا بيكتب لك حتى في الويكيبيديا حيكتب لك أنه أساس الكلمة هذه قد يكون اللغة الإنجليزية، مشتق من اللاتينية المتأخرة، مشتق من المصرية القبطية، مشتق من اللغات الأفريقية الآسيوية ومن النوبية، ومن ثم بيقول لك احتمال أن النوبية أساساً هم واخدينها كمان من العربية. فهي بتروح وترجع في الأخير ما حيكون لها أصل. ولكن النقطة الغريبة كلمة بس اللي هي أساساً منتشرة في جميع اللغات، وأنا بعد كده حذكر لكم
بعض اللغات الأوروبية بيستخدموا هذه الكلمة بس. لما احنا بنقول بس دائما حرف السين هذا الشيء كمان يعني هواة القطط بيعرفوه انه البسة دائما بتركز مع حرف السين، فانت لما تسميها لازم تحاول تدخل سين في الاسم عشان هي ايش تنتبه لك. ايش اصل كلمة بسة؟ علميا بيقولك ربما نشأت هذه الكلمة من الصوت المستخدم لجذب القطط. يعني بس عبارة عن اسم ولكنه هو عبارة عن صوت.